نظر مقتنع فيها وأنت يعني تقول وجهة نظرك، يمكن أقول بكل حدية أو بكل اقتناع منك، فمستحيل أني أطرح وجهة نظري لأنها ما راح تأثر فيك، يعني بتكون جدال عقيم. الجدال العقيم تجتنبه من البداية. نعم. ممتاز. طيب ما فكرت أنك تشوف شيء ممكن أنك تبدأ فيه أكثر من الشعر، مع أنك مبدأ في الشعر لكن أقول شيء ثاني ممكن أنه يطغى إبداعنا على الشعر؟ شوف، أنا ضد شاعر وآخرون، فهمت؟ ضد هذه الفكرة، ضدها. يعني أنا بديت في الشعر ولا يستهويني غيره. على فكرة ترى الشاعر إعلامي بنفس الوقت. الشاعر ليش؟ سألني ليش؟ ليش؟ لأنه يطلع في القنوات وفي أمسيات شعرية. وش درسنا يا جميل في الإعلام؟ الإثارة، صح؟ طيب الشاعر شو يسوي؟ في قصائده، في أموره، إثارة، صح؟ حلو. هذه مهمة ضمن الإعلام، بس مو بشكل كامل الإعلام. ولكن الإعلام في قيود، الشعر ما في قيود. لا، في ما في قيود، في قيود ما في قيود. وفي شاعر الآن راح أكتب لك اسمه وراح تقتنع على الفكرة، لأنك أنا متأكد أنك من اللي يستمع له. طيب، ما في شعر ما له قيود، ما في شعر ما له قيود. تستمع للشعر الآن، طيب هو شعره بدون قيود؟ ما في شعر ما له قيود. أنت تستمع لهالشاعر الحين اللي كتبت لك اسمه وشعره بدون قيود؟ له قيود. لا، قضي كلام، ما في شعر. أنت تعرف القصيدة اللي طلع بها عن سالفة المجتمع، الرسالة اللي وجهها للمجتمع؟ أجل. حلو. طيب، طيب، ها، ما في شعر ما له قيود، خصوصا في مجتمعنا الحالي. طيب برر اللي ذا. طيب كيف أنك كتب الأمر ذا؟ أو وينه ذا؟ وينه فيه؟ منبوذ. أنت تستمع لها بعيدة عن منبوذ، المهم منبوذ هذا موضوع ثاني، ولا نبذ إلا عشان أمر أن تعرفه. طيب، كان يجتنبه. طيب، طيب أنا بعرف الحين، أنت تسمع له يا نواف. أنا أسمع بقولك شيء، ها، ترى أحيانا إذا أني أكون أسمع ربما يكون شدني الرأي العام. يعني مثال جميل، حلو، أنت جيت بمقطع بعيدا عنك، لا واحد بشبه الواحد غريب، مثل الكرسي هذا. حلو. جاب مقطع قبيح ما يمثلنا في المجتمع ولا يمثلنا بأي صلة. حلو. ولكن الرأي العام ضجته وصار ترند. أنا يا نواف كمشاهد طبيعي بشوف الترند بأشاهد، صح ولا لا؟ طيب كذا أنت يعني مع الموجة هذا ترى لها لا اسمع، سلوب في فك، في فرق بين الموجة وإني يا أخي أشوف شو الطرح اللي ضج الرأي العام. مهم منطق إنه يضج الرأي العام وأنا أكون جاهل فيه، فهمتني؟ يعني مو بشرط اني اذا تابعته معناها انا معجب فيه او مستمع له، لا. طيب انت الحين قلت مثلا نفس، خلينا نرجع لحاجه قلتها اولا، انت قلت ضد فكره شاعر واخرون. حلو. طيب صعب انك تكون، لازم انك تكون شاعر واخرون. اذا نتكلم عن قبل بندك على كتفك وسارجن حصانك تطلع تصيد وتغرد وتمول قصايدك، الحين لازم تدرس وتتعلم في قطاع محدد، أو مثلا نقول مهندس، نقول طبيب، نقول أي مهنة لازم يعني تدرس فيها وتطلع للمجتمع عشان تفيده، عشان شيء اسمه لقمة عيش، وانت عارف هالشيء. صح. لازم تعمل. صح. طيب في شاعر طبيب، في شاعر مهندس، في شاعر مخترع، في شاعر مقدم، والأمثلة كثيرة. المقدم هذا، طيب أنا راح أكون مثلا بكرة مقدم في قناة، أنا ما راح أكون مقدم مجانا أجي أسولف معهم وأمشي، طبيعي راح يكون لي مرتب وراح تكون وظيفة. صح. طيب ليه؟ يعني أنت هل إذا طلعت المقدمة اللي داخلك، اللي أنت كاتم ومقفل عليه، هل يعني راح يضر في شخصية الشاعر؟ لا، كل شخص له شخصيته، ولكن أتكلم أنا من منظور دائرة الإعلام، ما أتكلم عن طبيب أو عن ضابط أو عن أي وظيفة أخرى. يعني ثانية، هذه ربما ما كانت موهبة لك ولكن لقمة العيش. حلو. ولكن أتكلم عن دائرة الإعلام، مثل الشاعر، ممثل، منشد، ف
فنان إلى آخره، مخرج من دائرة الإعلام. كاريزما الشاعر، كاريزما الشاعر ونقطع الصدر، وجهة نظري. كاريزما المقدم، كاريزما مقدم ما يختلف. يعني تخيل أوكي، يمكن التقديم وش قال ناصر الحربي ذاك اليوم، يقول أنا لو أعطيت في التقديم ما أعطيت فيه الإعداد، ولو أعطيت في الإعداد بشكل كامل ما أعطيت إيش التقديم شكل. التقديم. فهذا يدل على وشو؟ إن مسارك الواحد اللي أنت مقتنع فيه وحابه راح تبدأ. كل المجالين اللي تكلم عنها الدر له ربح ولها فوائد. الشعر راح يكون فيها فوائد من يعني نواحي بسيطة جدا، مثل اللي هي المجتمع، مثل اللي هي العائلة اللي أنت منها، فلان شاعر، فلان يقدمونه في حفلاتهم، لكن ما راح تدر لك تدر لك ربح. أحيانا ما راح تأمن المستقبل. أحيانا الربح يعني ما يجلب الإبداع. مثال يعني جاني عرض أصير مقدم وفيه ربح مادي حلو، ولكن أنا مبدع مثلا في الإعداد، مثلا أنا إبداع في الإعداد ولكني كمقدم عادي، أوكي أنا ربحت ماديا بس وش الفائدة؟ أنا ما بدعت. طيب لأنك قاعد تسوي، أنت قلت إلى الآن الجهة الثانية اللي أعطتنيها تدر لك ربح، ركز معي، الشعر ما يدر أي أرباح إلا في المسابقات الشعرية ومرة بس، وممكن تقول 1% نسبة فوزك لما معك 100 شخص، فنسبة فوزك 1%. شوف أنت تبي تبني عمرك كله على 1% أو تبي تأخذ شيء مضمون لك؟ الشاعر بشكل عام حلو، صح إنه ما يعني مثل ما قلت أرباحه قليلة ومحدودة، ولكن أنت ما تدري بشعور الشاعر وأبياته تردد من فلان وفلان وفلان حتى لو ربحه قليل. يعني إن عرفنا شعار كانوا محاورة وضعهم المادي بسيط جدا 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 جدا، بعد فترة نجموا وما شاء الله تبارك الرحمن وضعهم المادي جميل جدا. كعلاقات، بسبب العلاقات. لا بعطيك معلومة، لولا الله ثم شعره الطيب ما جت علاقات. يعني والدليل في شعار ما هم مثل شعر الجزرين ذولي، فما جاهم علاقات. طيب مثلا الحين بعطيك مثال، سفر الدغيلبي حلو، معلم من جهة حلو، شاعر نظم، شاعر محاورة حلو، من جهة أخرى حلو، على 3 حلو، وأدى فيها كلها. أنا أقول لك من ناحية الإعلام، أوكي معلم، ضابط، مهندس. المعلم أهم من الإعلام، لأن المعلم راح يخرج أجيال. أنت ممكن أنك تقول كلمة صح أنها راح يكون لها تأثير، لكن مو بأنك اللي راح يتابعونك أعمارهم من 20 أو نقول من 15 إلى 25 حلو. 45 وأنت ماشي المتوسط العمر حلو. طيب أنت الآن معلم يتكلم على أطفال أعمارهم 9 10 11، الكلمة اللي راح يقولها له راح يمشي عليها عمره كله. التعليم أهم من الإعلام، لأن أنت الحين لو تتابع تلفزيون هل راح يأثر فيك نفس ما تكون في كلاس مثلاً؟ لا، بس سؤال الأهم، هل التعليم مهنة أو موهبة؟ مهنة خلاص، كانت موهبة قبل، لأن الشخص الفاهم، الشخص اللي ماخذ من الحياة متشرب الأمور مثلاً علماء في ناس بس أنت الحين أجيك أقول وش موهبتك تقول معلم؟ أقول وش مهنتك؟ يقول لك موهبته شعر. شاعر. طيب فهمت؟ في فرق بين المهنة والموهبة. لا تأخذ لك مخرج ثاني، أنا ما أخذ مخرج ثاني. المقدم اللي داخلك متى يطلع؟ المقدم اللي داخلي؟ إيه. الله يبنى حلال. متى تفكنت عنه؟ ما أقول لك مرة متى راح يطلع. يعني لأنك ذاك اليوم شفتك تقول اللي قاله كله ينفهم، سهل، بسيط. لكنك أنت غير مقتنع بسالفة شعر وآخرون للآن متمسك فيها. لا شوف، كأنها أنا حبل النجالي. بعطيك معلومة، شوف التجربة عادي إني أجرب، ما هي مشكلة، يعني لا هي بعيب ولا حرام.
ولكن وجهة نظري أنا أني أشوف أنا قدمت كشاعر، وإن شاء الله أني راح أبدع في المجال اللي أنا فيه، وكل اللي بصمته ترى حلو حلو. يعني أنا أشوف أني مثلا مبدع في الشعر وأقدر أقدم عادي، مو هو بشرط يعني. وبالعكس ترى بعضهم تلقى عنده موهبة معينة ولكن موهبته الثانية تطغى فينتبه. يعني مثلا مثال، بعضهم يجيك مثلا مخرج حلو حلو، اشتغل مخرج كم سنة، فجأة اكتشف ان لو يمثل راح يعني يكون مبدع اكثر، لانك تشرب الامر. ففعلا يوم ابدع احس فيه يعني إيجابية والناس تثني عليه، فهذه كانت إيش؟ الموهبة المدفونة اللي لدى المخرج هذا، فهمتني؟ حلو. طيب ممكن أطلب منك طلب؟ تفضل. الكرنفال الجاي أدخل كمقدم، دخلت كتجربتين شاعر، أدخل كمقدم. والله أطلبك على العين والرأس يا أبونا، وأنت تام الأمر، ما يمر عليك. ولكن أنا من وجهة نظري والله أني سألني حتى فلا أحصله وش الموضوع بكتب القصيدة. شفت حلو، لأني المقدم أصدقني ما وما مباشر مسألة ما أشوف نفسي فيها، ولكن أقدر إذا جربت الشيء أنا بأصيده ما عندي مشكلة، بس ودي تقبل التحدي. تحداني أنت؟ نعم، ما أنصحك. أنا تحداك في الأمر أنك تدخل كشخصية مقدم، ما راح أقولك تتوج يعني تتوج بأحد المراكز، لكن أبيك تدخل كشخصية مقدم. كشخصية مقدم بكل بساطة يا أبو نايف، يعني أبا أخذ المركز عليكم وبمشي. أنا أتحداك فيها. ها؟ أتحداك فيها. والله شوف، أنت رأس طيب، جعل من جاوك والله أنا أقول صادق، وأنت حديت فلا غريبة. نادر يا ولد أسلم، فأنت حديت هذا لا جديد عليك وهو مستغرب، ولكن قبلت التحدي أو لا؟ بدون ولكن، هل أنت قده؟ مهم بس يتقده ولا هل أنت قد التحدي؟ أنا قد التحدي ولكن يا سلام. لا ما أبي ولكن، لا لا اسمع، هي سؤال إجابته إي أو لا، أنت قد التحدي؟ طيب أنت أفهمني، قل ليش. ها أنا طرحت لك وجهة نظري، بس إنك للآن قاعد تتهرب من إجابته. ما تهربت أنا، والله تتهرب يا نواف. اسمعني، طرحت لك وجهة نظر وقلت لك إن نواف كذا وكذا وكذا ويشوف نفسه في كذا، فهمت؟ حلو. فإذا أنت طرحك لي وطلبك لي تحدي عشان تهزمني، فأنا أقول مبروك عليك انتصار. لا لا أبداً. شوف أول حاجة خليني أقول لك، لأن أنا بديت كشاعر، شفت، والتقديم ما الصدق يعني لو بشوف نفس نواف بيبدع فيه أوكي. يعني مثال في الكرنفال اللي راح، الشباب الشعار اللي سبقونا كان يدخل ويلقي قصيدته ويطلع حلو، وكان يعني ما أخذ من بعض الشباب، يعني تلقاه ما يرد على مثل نادر ولا هو المفروض أن حتى نادر ما يكلمه، ليه؟ لأن الشاعر جاء بيلقي موضوعه وبيطلع. حلو، فهمت؟ فكان بعض الشباب الممثلين هذا فلان الفلاني والله نعم، فهمت؟ فاضطر الشاعر أنه ما يرد عليهم ويلقي صيت عشان ما يضيع، عشان ما يضيع، وهذه مشكلة بعد. لكن إن اضطرينا وشنو في المسرحية؟ في التمثيل انه بنشارنا، وانه طلعت لنا نواف الممثل، وكنت والله مبدع فيها ولا اقولها مجامله، وانت تعرف ان الكلام ذا قلناه لك اول ما طلعت. ادري بس ما اقتنعت. انت ما اقتنعت يا سلام، هذا شيء عظيم ترى. اذا ما اقتنعت في الحاجه اللي انت سويتها معناته انت تقدر تسوي افضل. انت تقول انا ما اقتنعت، انا لازم اسوي افضل، هذا شيء عظيم. اما المشكله انك اذا وقفت قلت خلاص هذا حدي. طيب انا ابدا اعطيك معلومه، تدري ان ان ان, إن, إن ما في سيناريو. حلو، يعني مثال مهم، مثال بعطيك باللي صار بالضبط تفصيليا. جانا عيد قال اسمعون، ترى موضوعنا الاستغلال، وانا السواق وبضحك عليكم. ها بس تخيل هذا اللي صار حرفيا. جينا لنا طال عمرك يوم نقول نبى الرياض وركبنا معه
ان اتفاقيه ان الكفره تبنشر ويدخل الاعلام، السيناريو، الحوار من عندنا كله تست على قولة علي عساه. طيب للان اخذت دوره كبيره على الموضوع لين طلعت. نواف عياش يقبل التحدي انه يطلع كمقدم الكرنفال الجاي؟ انا اقول ما حد ينافسك يا ابو نايف، جعل من جابك في الجنه. اذا الموضوع زي كذا ادخل كمقدم وانا راح ادخل كشاعر. اسمع وانت دائما في المقدمه، جعل من جابك في الجنه، ما جل بعدك ونجم الاعلاميين، وانت دخلت ونظرتك على الاعلام، واشوف شخصيه جميله لتيبي، يعني ما شاء الله تبارك الرحمن، اعلامي قادم وبقوه. جعل من جابك في الجنه، ما نجي الا فاذا بنافسك وبلا تعب. انا ما ابي المنافسه، انا اشوف كل يغني على ليلى. شوف لو وضع الموضوع كمنافسه انا ممكن اقول لك، لكن انا اقول لك الحين كتحدي، وانا باذن الله نظرتي ما راح تخيب، وانت تقدر انك تطلع المقدمه اللي داخلك. جرب كرنفال واحد، واذا تبي ادخل انا كشاعر راح ادخلك كشاعر، لاني راح اقبل التحدي، انا ما راح اتجنب عنها ولا راح ادور لك هالسؤال. تدخل كمقدم الكرنفال الجاي؟ انا اقول تدخل كمقدم الكرنفال الجاي؟ ايه او لا؟ اقول التقديم ما له الا واحد شرواك. لا اجعل من جابك في الجنه، ايه او لا؟ لا تلف على السؤال. لا طبعا طبعا، ابو نايف هو يعني انت كذا رجعت على السؤال. ايه هو المشهر اللي مقدام الاعلاميين. لا اجعل من جابك في الجنه، قل له الله حق. انا والله العظيم اني ارى فيك شيء الى الان ما ظهرته، وهذه فرصه 90 يوم، الحسره تجيك بعد شهر. إذا طلعت مرة ثانية رجعت تسترجع الذكريات تتحسر على شيء. جرب هنا كل حاجة. أنت طلعت إنه ممثل، لا تنسى الشيء ذا. بعد الشاعر جاء رقم 2، رقم 3 المقدم. إلى الآن ما طلع. مخزون لغوي جيد. مظهر جيد. نبرة صوت جيدة. لغة جسد جيدة. وقفة على المسرح جيدة. لأن الشاعر عنده وقفة المسرح والتوزيع، يعني يكون التوتر عنده أقل من غيره بكثير، وأنت عارف الشيء ذا. طيب هذه كلها باقي بس لف وجهك يمها وابتلي أمال الشحم. لا تظلمها، شيء جاك في يدك غيرك ما جاء، خذ التجربة وقبل بالتحدي. طيب وش رأيك نخليها مفاجأة؟ يعني نخلي القرار بيني وبينك انت، ما عندي مشكله. يصير او لا يصير، ناجل الموضوع او يكون او لا يكون، ناجل الموضوع يعني، ها ناجله الى ما ناجله الى خلف الباب. نعم انت هاجل. اول شيء الله يبيض وجهك، كانت جلسه رايقه والله. انبسطت والله انبسطت، تدري لنا ساعه ونتكلم مع بعض. سالتك بالله؟ اي والله. اهم شيء استفدنا منها. والله انبسطت قبل ذا واستفدت، وودي انها طولت اكثر بعد. يا حبيبي ابو عياش، لان الحين عندنا اللي هي وش ناوي تسوي لنا يا عبد المحسن؟ وبارك الله فيه حتى تذوب الثلوج، لان هو اللي فتحنا الباب. وش بتسوي يا عبد المحسن؟ هنا العريكه. الله الله الله. طيب وسم العريكه الجنوبيه.